الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا، وسيرة ربي أعطانا. الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا، فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا، نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا، مع صحبه آل الرضوانا. في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا، نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا، وبهم نرقى أعلى شانا. وتزيد عطاء الإنسان تاريخا يحكى وسيرة ربي أعطانا، فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا، يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا، يهدون الدنيا ألوانا. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عما كانت خطبة اليوم يا سليم؟ هل تظن أني كنت نائما؟ كانت عن بر الوالدين. نتوقع منك النوم في أي مكان إلا في الصلاة يا نبيل. بر الوالدين من أوجب الواجبات في ديننا الحنيف. صحيح، لقد قرن الله أهميته بأهمية التوحيد في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وأعنا عليه. اللهم آمين. يا شباب، لدي سؤال. تفضل يا صديقي. طاعة الوالدين واجبة، أليس كذلك؟ بلى، بالطبع. لو أمر الوالدان أبناءهما بأمر فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هل يطيعهما في ذلك؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن ما العمل؟ قد يكون الحل لدى جهازنا اليوم. مهند، انظر إلى جيبك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة يا شباب. بارك الله فيك. سأروي لكم اليوم قصة ربما تحتاجون إلى سماعها. هيا بنا. سنحكي اليوم قصة عن صحابي عظيم من خيرة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، وكان ملازما له يتعلم منه. إنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أسلم أبو هريرة رضي الله عنه عام خيبر وحسن إسلامه، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في يومه، فإذا عاد إلى المنزل وجد أمه التي يحبها على الشرك. كان أبو هريرة رضي الله عنه من شدة حبه لها حريصا على برها وحريصا على نجاتها من عذاب الآخرة، فكان يدعوها إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فتأبى، ثم يدعوها فتأبى وتصر على ما ورثته من آبائها وأجدادها من دين الشرك. ذات مرة دخل أبو هريرة رضي الله عنه على أمه
ودعاها للإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فغضبت أمه وشتمت الرسول. حزن أبو هريرة حزنا شديدا وخرج إلى المسجد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحزن باديا في وجهه فسأله عن ذلك، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. خرج أبو هريرة رضي الله عنه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا بدعوة النبي، ومضى يركض بين أزقة المدينة المنورة فرحا وسعيدا. فلما وصل إلى منزله وجد أمه قد أغلقت الباب على نفسها، فأراد أن يدخل، فأمرته أمه بأن ينتظر عند الباب، فجلس ينتظر وهو يسمع صوت الماء كأن أمه تغتسل. فلما انتهت ولبست لباسها دعته إلى الدخول. دخل أبو هريرة فرأى أمه في غاية النور والإشراق، فاقترب منها على مهل وجلس بين يديها، فقالت له: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خرج أبو هريرة من منزله في غاية السعادة وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إليه وهو يبكي من شدة الفرح، وقال للنبي: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أم أبي هريرة وحمد الله وأثنى بالخير. هنا طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ولأمه، فدعا لهما: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. عاش أبو هريرة بعد ذلك أعواما عديدة ولم يلتقي به أحد من المؤمنين إلا أحبه. زرع الله المحبة في قلوب الناس لأبي هريرة رضي الله عنه بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بذله من جهد في رواية الحديث عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رضي الله عن أبي هريرة. رضي الله عن الصحابة أجمعين. أرأيتم سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع صحابته؟ إنه نبي الرحمة. هل أتاك جواب سؤالك يا سليم؟ لو أمر الوالدان أولادهما بأمر فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يطيعهما، وليحرص على التعامل الحسن معهما، فهو واجب في كل الأحوال. صحيح، يقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمك أمك ثم أبوك، هذا قول رسول الله، وصانا بهم إحسانا برا حتى يرضى الله. طاعتهم للمسلم نور وبها يحيا خير حياة، وطريق للجنة فأطع أبويك لتنعم برفا. هذا قول رسول الله، هذا قول رسول الله. والصحب كما أمر الهادي في البر لنا كانوا أسوة، سلكوا درب البر ففازوهم للمؤمن دوما قدوة. جاء إلى الهادي في يوم أحد الصحب وكان حزينا، هو عبد الرحمن الدوسي من بلغ سنة هادينا، يشكو للمختار بأن له والدة تهجو الدينا. للإسلام دعاها يرجو أن تشرق نورا ويقينا، يرجو أن تنعم بجنان لكن أبت الحط سنينا، لكن
أبت الحق سنينا. رفع رسول الله يديه ودعا الله بأن يهديها للإسلام وأن يرشدها، فأجاب الله المختار نور بالحق بصيرتها، ومن النار نجت للجنة. بر الإبن لها أنقذها، فأتاها يمشي في عجل فرحا أنسا بهدايتها. قالت يا ولدي آمنت بآيات الله ومرسلها. فعلته البسمة والفرحة للهادي عاد يبشره، يخبره بالأمر وأن الله أجاب له دعوته. فاستبشر أحمد بالخبر ودعا لهما دعوة خير. فاستبشر أحمد بالخبر ودعا لهما دعوة خير. حبا بين الناس وعند الله ينالا خير الأجر. حبا بين الناس وعند الله ينالا خير الأجر. الحكمة تبني الأوطان وتزيد عطاء الإنسان، فنردد تاريخا يحكى والسيرة ربي أعطانا. فمحمد قد كان رسولا أعطاه الله التبيانا، نبحر بمواقف قد كانت مع صحبه آل الرضوانا، مع صحبه آل الرضوانا. في كل صحابي قصة تبني بقيمها بنيانا، نتعلم منهم ونعلم وبهم نرقى أعلى شانا، وبهم نرقى أعلى شانا. وتزيد عطاء الإنسان تاريخا يحكى أعطانا. فثلاثة فتيان بدأوا في نهج الآل بإحسانا، يروون مواقفهم حتى يهدون الدنيا ألوانا، يهدون الدنيا ألوانا.